من زمان قوي والشعب المصري معروف عنه خفة الدم، ويمكن قبل اختراع النت والسوشيال ميديا كان الشعب المصري عنده الترند الخاص بيه واللي كان متمثل في النكتة ورسومات الكاريكاتير. فلما كنت تقابل حد تلاقيه بيقول لك سمعت آخر نكتة، أو تلاقيه بيفتح لك الجورنال يوري لك آخر كاريكاتير منشور فيه. والحقيقة إنه مصر كان عندها عظماء في فن الكاريكاتير، رسوماتهم انتشرت في العالم كله، ومنهم أحمد حجازي، مصطفى حسين، ومحي الدين اللباد، وبهجت محمد عثمان، وغيرهم وغيرهم كتير جدا. وعشان كده معانا النهارده ضيف هيفكرنا بالزمن الجميل ده، وخصوصا انه فنان كاريكاتير محترف، وبدا ان هو يعمل فيديوز ولايفز على السوشيال ميديا وهو في الشارع والمواصلات والاماكن العامه وهو بيرسم الناس اللي حواليه. وطبعا الفيديوز دي حققت نجاح كبير جدا على السوشيال ميديا، وهو كمان عضو الجمعيه المصريه للكاريكاتير، وابتدى مشواره في الصحافه كرسام في الاخبار والجمهوريه والمسائيه والمواقع والصفحات الاخباريه على السوشيال ميديا. معانا ومنورنا النهارده رسام الكاريكاتير محمد صبري. ازيك يا محمد؟ اهلا بيكي، عامله ايه؟ الحمد لله كله كويس. مبسوطه ان انت معايا النهارده. انا مبسوط اكتر بجد، ومبسوط جدا بالبرنامج بتاعك، جميل جدا، ويعني حقيقي فعلا اتمنى الناس تنبسط. يلا بينا ان شاء الله. يلا بينا محمد. احنا لما دخلنا على صفحتك على السوشيال ميديا اول حاجه لاحظناها ان انت كنت مهندس معماري. هو انا ما كنتش، هو انا ما زلت لسه مهندس معماري. أوكي. او مهندس بوجه العموم، يعني معماري ومهندس تنفيذ. حاليا بشتغل في سايتس، مواقع، وفي حته تانية كده مختلفه شويه عن الفن عموما والكاريكاتور بمعنى اصح. طيب ايه اللي خلاك من مهندس ليه ان انت تبقى حابب فكره فن الكاريكاتير؟ والله وانا ما حبيتش ده، هو انا بحب من وانا صغير ان ارسم، بحب ارسم وبحب اتفرج جدا على رسم وعلى الكاريكاتير وعلى اعلانات دايما، والصوره دايما بتشدني من وانا صغير. ممكن ابتديت ان انا يعني دايما كنت بلاقي نفسي اي صوره في اي مجله او في اي جورنال كنت دايما باخدها اول حاجه بعملها. لو حد ولد مثلا او حد من غير شنب بزود له شنب، بشخبط، بلبسه نضاره، بنوته مثلا بطولها شعرها. فلقيت ان انا بحب دايما ان انا ابالغ والعب وميكس في الواقع وبالغ بمعنى صح. كلمه المبالغه دي حاجه مهمه جدا كنت دايما بعملها من وانا صغير. مع الوقت لقيت نفسي ان انا برسم دايما، بتفرج على كاريكاتير دايما. كان جورنال الاخبار ده دايما بيبقى متوفر في البيت طبعا، الاخبار والاهرام، الجرايد الاساسيه اللي بتبقى موجوده دايما في البيت. فدايما كنت بحب ان انا اول حاجه اجري عليها ان انا اجري على صفحه اخر صفحتين، صفحه الكاريكاتير. كان طبعا الروح العظيم الاستاذ مصطفى حسين دايما كان هو اول حاجه عيني بتروح عليها، ومؤخرا بعدها طبعا عمرو فهمي، وفي ناس طبعا جمعه فرحات، وناس يعني ربنا يرحمهم جميعا ويقدرنا ان احنا نفضل ان احنا نعمل جزء من هم، او ان احنا نحافظ على اللي هم ابتدوه. فدايما كان الكاريكاتير هو دايما اللي بيشدني. دايما كنت بحب ارسم الكاركترز الانيميشنز اللي موجوده او الرسوم المتحركه، يعني كان بكار دايما، بوجي وطمطم، الحاجات الجميله اللي احنا اتربينا كلنا عليها دي. دايما كنت بحب اقعد اشخبطها، اشوفها دايما اقعد اشخبطها كتير. كل ده انا ما اعرفش ان انا هبقى رسام، او ان انا شاطر اصلا في الرسم، او انا اي هقدر ان انا اعمل اي حاجه، او هشتغل بالرسم، او همتهن هذا الجانب يعني، او هذا المجال. الهندسه انا بحب ارسم، هم طبعا في البيت، في الصحاب والناس اللي حوالينا دايما هم اللي بيقولوا لحد انت شاطر في الجزء ده، فانت بيخلوك تاخد بالك. بالظبط. فانا خدت بالي من المدرسه، يعني لقيت ان انا بيتقال لي انت بترسم كويس وشاطر. ما كنتش فعلا مقتنع تماما ان انا برسم. في البيت طبعا كانوا بيزودوني، يعني كانوا بيشجعوني جدا، ماما وبابا يعني ربنا يخليهم لي، كانوا ناس دايما بيشجعوني على بكل حاجه بقى. يعني دايما انا افتكر ان والدي كان بيجيب لي مدرس لغه عربيه، لا مدرس طبيعي، مدرس لغه طبعا طبيعي، مدرس خط
عشان يعني دي ممكن برضو دي اول حاجه خلتني ادخل في الموضوع قوي ان ديتيلز. كان مدرس الخط كان بيعلمني الخط عشان كان خطي وحش وبشع جدا جدا. كان عندك كام سنه؟ يعني نقول 12 سنه مثلا. أوكي. 13 سنه او في حاجه في ابتدائي، كنت في ابتدائي. فلقيت ان هو كان بيعلمني بطريقه جميله جدا، كان بيعلمني الحروف بـ 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 على يعني كل حرف، الحاء مثلا وش او منقار البطه، يعني بيحول للرسومات الحروف. أوكي. دايما للرسومات، فدايما كان بيشدني. الرسومات كانت رايحه للكاريكاتير للكرتون، فده زود معايا الموضوع اكتر. بقيت بشوف كل حاجه بالرسومات، بحولها للرسومات. فمع الوقت لقيت ان انا طبيعي برضو الجورنال فعلا. مع الوقت لحد الثانوي بقيت ان انا جرايد دايما كنت اي كاركتير بشوفه دايما بنقله وبرسمه. كل ده برضو مش في دماغي اللي انا حابب ارسم او حاجه. دخلت هندسه عشان او دخلت عماره بالتحديد عشان انا كنت بحب الرسم، بس ما كانش في هدف في دماغي خالص ان انا يعني هدخل هندسه هبقى بشتغل ما مهندس عادي او طبيعي. بس انا مش يعني ما حدش قال لي ان انا يعني ايه الحاجه اللي انا يعني ما كانش في هدف. طبعا. انا حواليا فعلا ما كنتش حاطط هدف لحد بعد ما اتخرجت حتى كمان من الكليه. يمكن في اخر سنتين في الكليه، قبل الكليه، القدرات برضو كان في بيجي لي، كان باخد يعني في درس القدرات، او هو زي كورس حاليا دلوقتي بقى فيه. انا شايفه ان انت خدت دروس كثيره قوي في البيت يا محمد. بصراحه انا كنت بحب، انا بيتوتي، كنت بيتوتي اصلا من الناس اللي هي ما بتاخد، عشان كده ما كانش في لي هدف في دماغي خالص. انا كنت دايما كمبيوتر، كان زمان بقى كمبيوتر، وبلعب جيمز والدروس موجوده، وكنت شاطر يعني. كان بيقول برضو اللي انا كنت شاطر. مع الوقت بقى لقيت ان في اول حد ممكن رسمته كان يعني في المدرسه في الثانوي، كان مدرس لغه عربيه رسمته، ولقيت الناس رسمته كاريكاتير بالمناسبه. ما كنتش عارف ان انا ان ده كاريكاتير، انا لقيت نفسي رسمته فطلع كاريكاتير. فلقيت صحابي حواليا يعني قالوا ايه اللي انت عملته ده، وهو في الاول اتضايق وبعد كده كان مبسوط. فدي حاجه من الحاجات اللي علمت معايا، لقيت ان هو لا، بقيت برسم كاريكاتير وبوري لصحابي وبوري المستر اللي كان بيعلمني درس القدرات، او هو بيعلمني ازاي ان انا عشان خاطر امتحان القدرات ده دايما لازم ان احنا نبقى بنعرف ايه الظل وايه المنظور وايه الحاجات اللي ايه الكلام ده صعب.